الله فاش انه يقولوا تحقق ثلاثه ديال الاهداف. الهدف الاول هو انه من خلال واحد لاطابل غونت اللي غادي تكون وغيكونوا فيها المتدخلين، فغادي نحاولوا باش انه نتقاسموا معكم مجموعه ديال الافكار، مجموعه ديال التصورات اللي تخص ظاهره الهضم المدرسي، يعني كالواقع اللي تنعيشوا اليوم في بلادنا. تزكونا في بعض الكلمات فقط نذكر بالاهميه ديالها بين المجتمع المدني اللي كيشتغل وكيناضل في ميدان ديال التعليم. عندنا ثلاثه ديال المكونات كبار اللي كنشتغلوا عليهم. محمد فكرات رئيس مؤسسه زاكورا. نحن الان بصدد تنظيم واحد لقاء دراسي بين مجموعه من الهيئات ومجموعه كذلك من الفاعلين المهتمين باشكاليه الهدر المدرسي، والهدف من هذا اللقاء هو تبادل التجارب والمساهمه في النقاش العام للعمل على معالجه هذه الاشكاليه اللي كيف كتعرفوا كتمس تقريبا 331 ألف طفلة وطفل، والأغلبية ديالهم في العالم القروي 167 ألف طفلة وطفل. والإشكال ديال الهدر المدرسي هو أنه كيسد الأفق على الشابات والشباب فيما يخص الالتحاق بسوق الشغل والاندماج في المجتمع. وهناك عدة حلول وعدة آليات اللي اشتغلنا بشكل ذكي داخل المجتمع المدني بجانب المؤسسات العمومية وخاصة وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، اللي عندها خارطة طريق واضحة وعندها استراتيجية واضحة يمكن نحدو من هذا الإشكال ونوصلوا إلى الهدف المسطر اللي في الأفق على حسب الاستراتيجية ديال وزارة التربية ما خصوش يتزوج 100 ألف وفوق 2026. والمؤسسة ديال زاكورا كيف كتعرفوا كتساهم بشكل فعال في التعليم الأولي والمواكبة ديال التعليم الأولي في عدة مناطق في المملكة، أكثر من 15 إقليم، وعندنا أكثر من 1650 قسم للتعليم الأولي، وكذلك لمواكبة الإشكالية ديال التعليم بصفة عامة وخاصة الإشكالية ديال الهدر المدرسي باستعمال عدة وسائل ما بينهم المساهمة في الابتكار الاجتماعي والتكوين، تكوين الآباء والأمهات، وتكوين كذلك المدرسين والمؤطرين والإداريين في بعض المدارس وخاصة القروية. محمد زعري المدير العام لمؤسسة زاكورا. اليوم تتنظم المؤسسة مائدة مستديرة حول ظاهرة اللي تتحظى بالاهتمام ديال المؤسسة، وهي ظاهرة اللي تتعرف الراهنية ديالها على المستوى الوطني واللي تتخص ظاهرة الهدر المدرسي. والمؤسسة اليوم تهدف من خلال هذه المائدة المستديرة أنها أولا تلاقى مع الشركاء ديالها، ويمكن لها أنه يتخلق واحد الفضاء يعني نقاش هذه الظاهرة والتحليل ديال الأسباب ديالها والخروج من مجموعة ديال البرامج العملية اللي ممكن أنها تساعدنا في تنزيل البرامج ديالنا وتجاوز أو المساهمة في تجاوز هذه الظاهرة أو التحسين من النسب اللي تتخصها. النقطة الثانية هي غتكون عندنا فرصة باش أنه نتقاسموا مع هاد الشركاء ديالنا جوج ديال الحقائب اللي وجدتهم المؤسسة من خلال المديرية ديال زاكورا لاب أو مختبر ديالنا ديال زاكورا. الحقيبة الأولى تتخص المعالجة التربوية، تتهم التلاميذ في السلك الابتدائي، والحقيبة الثانية تتخص مدرسة الفرصة الثانية. والهدف ديال هذه المائدة المستديرة هو أننا نحاولوا من خلال النقاش مع الشركاء ديالنا ومع جميع الفاعلين المهتمين بهذه الظاهرة وبشكل عام بالمجال التربوي باش أننا نخرجوا مجموعة ديال المقترحات اللي ممكن أن تساعدنا باش يمكن لنا نجحوا في هذه المساهمة ديالنا في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. مدرسي خبير لدى مؤسسة زاكورا. اشتغلنا على موضوع ديال المعالجة التربوية
اللي كتهم واحد المجموعة ديال التلاميذ اللي وصلت تقريبا 330 ألف تلميذ اللي تيعانوا من الهدر المدرسي. إذا حاولت مؤسسة الذاكرة أنها تشتغل على حقيبة بيداغوجية لهاد باش تحارب هاد الهدر المدرسي. وهاد الحقيبة كتضمن ثلاث ملفات، ثلاث دلائل: دليل خاص ما هو بيداغوجي بالنسبة للتلاميذ، يعني في الرياضيات في اللغة الفرنسية، وكذلك دليل على ما هو نفسي بالنسبة للطفل وما هو اجتماعي. وهاد الدلائل كلها غادي يشتغل عليها المكون بالنسبة لمؤسسة الذاكرة، على أساس أنه يشتغل مع التلاميذ في أنشطة بيداغوجية خاصة بالمعالجة التربوية. ونأمل أن تكون هذه الدلائل يعني مفيدة بالنسبة للمصاحبين، بالنسبة للمكونين، وكذلك بالنسبة للأسر. هناك كذلك باش تكون واحد الرؤية نسقية بالنسبة لهذه الحقيبة، كاين كذلك دلائل خاصة بالآباء، هناك دليل خاص بالأمهات اللي هو دليل خاص بالاباء. الدليل الخاص بالاباء هو كيحاول الامكن ان يصاحبوا الاباء باش يواكبوا الاطفال ديالهم على ويعالجوا معهم الصعوبات ديال التعلم باش يكونوا يسيروا في المستوى المرغوب في التعلم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.